طيب خلينا نروح سريعا لهنا. هنا جاهزه معانا يا جماعه؟ خلينا نروح سريعا لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان تطمنا على كل الاجواء هناك، خصوصا ان اعضاء الاهلي دايما ما قبل كورونا يا هنا بيبقوا موجودين وبيحبوا يتفرجوا على المباراه من النادي، فانت وصفي لنا الاجواء. وفي البدايه طبعا برحب بيكي. برحب بيك يا أمير، برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الحقيقة أن الأجواء هنا أكثر من رائعة، مليانة بالحماس والترقب. طبعا كل الناس مشتاقة أن هي تشوف الأهلي تاني في مباريات رسمية وفي الدوري، والحقيقة أن النهاردة أول مباراة بعد عودة الدوري للأهلي. الحقيقة أن النادي الأعضاء فعلا بدأت بالتواجد في النادي، كله طبعا بالقرب من الشاشة اللي هيتم عليها عرض المباراة، ومليان بالحماس، وفعلا في أعضاء متواجدين وموجودين هنا معانا في النادي. طيب طمنيني على الإجراءات الاحترازية بقى في حضور أعضاء النادي الأهلي إن شاء الله عشان يتفرجوا على هذه المباراة، وأكيد النادي مستعد استعداد كامل لتواجدهم النهارده. الحقيقة أن كل الإجراءات الاحترازية متاخدة في الحسبان، ففي مسافات بين كل الترابيزات وفي أعداد معينة على كل ترابيزة، مفيش تقارب خالص. طبعا كل ده عشان الفيروس ما ينتشرش، وكل الإجراءات الاحترازية متاخدة في الحسبان. طيب توقعاتك بقى يا هنا أخيرا للمباراة النهاردة إيه؟ ان شاء الله طبعا الاهلي هيفوز، ممكن 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا هنا، شكرا جزيلا زميلتنا المميزه جدا هنا ابو القاسم مراسله قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. وتوقعها جيد في الحقيقه، 3-1. نتمنى كمان ما يبقاش 3-1، يبقى 3-0. المهم الاهلي يكسب ان شاء الله ويفوز بثلاث نقاط في مباراه اليوم باذن الله تعالى.